فأنا باللي جاي ان شاء الله. يا ربي امين. شكرا لك منى صباحي بقاو معنا مشاهدينا. شنو نذكر نذكركم نوجدوا شويه البيسر على الطريقه الشماليه مع واحد اللمسات ديال لهدى جنان، فقره وصفه التقليديه. خليكم معنا. صباح الخير سميرة، صباح الخير على جميع المشاهدين والمشاهدات. كما قلتي اليوم غادي نوجدوا البصره اللي بزاف ديال المغاربه كيبغيوها، وبعد منهم ما كيعرفوش كيفاش يوجدوها. حنا غادي نزيدوا فيها بعض المقادير باش نزينوها وتولي الد. دونك بقاو معايا نوريكم المقادير. راه بالنسبه للماء كما شفتوا هنايا الطنجره درت فيها الماء ودرتو في الاول كيسخن، غادي نزيد عليه هنايا كيلو ديال الفول. الفول بعد ما نقيتو وغسلته مزيان دونك غادي نزيدو عليها هنايا الماء يكون بدا كيسخن باش نديرو عليه هذا الفول هذا. ومن بعد غنوريكم التوابل اللي غادي نزيدو فيها. انايا التوابل اللي معروفين في المغرب كلنا كنديروهم هما هنايا عندي الثومه كما شفتوا هنا عندي واحد 10 ديال الدروس ديال الثومه. هي كتبغي الثومه باش كتجي بنينه. بالنسبه للناس ما كيبغوش الثومه صعيب باش ياكلوا البصره لان كلها معتمده على الثومه. غادي ندير معاها الفلفله حمراء، واحد معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء نحركوها. غادي نديرو معاها الكمون، غندير هنا غير شويه الكمون باش تبنن، ومن بعد غادي نزيد عليها من الفوق الكمون باش ما تمررليش، ما نزيدش بزاف. ندير معاها القياس ديال الملحه اللي خاصنا هنايا كما شفتوا، غادي ندير الملحه وغادي نزيد معاها السوداني باش تجينا شويه حاره. كما شفتوا انايا التوابل كنديرهم معاها لداخل يعني في الطياب باش كتجي كما قلت لكم بنينه. غادي نحركوها وغادي نزيد معاها واحد شويه ديال الزيت ديال العود وغادي نخليها تطيب. هنايا كنعرفوا بان هاد القطاني ملي كنديروها باش كتطيب كتبدا كتفيد لنا. واحد الطريقه باش ما تفيد كحطوا فوق منها اما موس اما معلقه ديال العود شي حاجه باش ما كنخليوهاش تفيد. في نفس الوقت غادي نوجدوا على حاجه اخرى اللي نسيتها هنايا، غادي نزيد معاها واحد جوج ديال الفلفلات اللي هما مشويين كيعطيونا داك المذاق ديال لي ليغوم غريي كيجيو غزالين. غادي نزيدهم معاها حتى ما يطلقوا البناء ديالهم. دونك هادو بالنسبه كما قلت لكم للطياب ديال البصره الفول. بالنسبه شنو غادي نزيدو معاها؟ هنا غادي نزيدو معاها واحد الخبيز اللي كما شفناه باش غادي نصحبوها، خبيز اللي هو حمرناه من قبل وغادي نوجدوا له باش غادي هذا نديروا شنو غادي نديروا فوق منه باش غنصحبوا كما قلنا لكم هذه البصره هذه اللي كتجي غزاله. دونك غادي ناخذ واحد الجبانه بحال هكا. انايا من قبل خديت الثومه اللي هي بحال هكا خضراء قسمتها على النص، نوريكم كيفاش وجدتها كتجي بحال اون كريم، كتجي هي بحال هكا ملي كطيب غنوريكم كيفاش حصلت عليها. غادي تاخذوا البابي كويسون اللي غادي نديرو فيه هاد الثومه، واحد 4 ولا 5 ديال الريوس كبار ديال الثومه نحطوهم بحال هكذا. غادي نديرو معاها شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفله حمراء، هكا شويه ديال السودانيه. غادي نديرو معاها شويه ديال الزيت ديال العود. كاين الناس اللي كيديروا لها غير بحال هكا راه ما غاديش طيب لكم دغيا. باش طيب لكم دغيا غادي تزودوا فيها واحد شويه ديال الماء، واحد جوج معالقات بحال هكا ديال الماء، ديرهم بحال هكا نفزقها ولا غير معلقه ديال الماء باش كترطب. وكيمكن لكم طيبوها في الفران لمده ديال واحد نص ساعه على درجه ديال 180 نديروها بحال هكا ونديروها في الفران باش كطيب على هذا الشكل هذا. الوغ من بعد ما كطيب غادي نوريكم كيفاش كتجي، كتولي لنا بحال هكا كما كتشوفوا هكا فتيه. انا غادي نزيدها غادي نمعسها نزيدوها بحال هكا على هذه اللي ديجا وجدناها. الريحه ديالها غزاله راه عزيزه عليا بزاف الثومه، دونك هي اللي غادي نديروها باش كما قلت لكم غادي ندهنوا بها الخبيز اللي حمرناه وغادي نصحبوا به هذه البصره هذه. نديروها بحال هكا فوالا. كان عندي ديجا القياس نمعسوها كما كتشوفوا كتولي بحال اون بوماد رطيبه طيبه مزيان. ديك الساعه غادي ناخذ الاناء ديالي اللي هو كبير غادي ندير فيه هذا القياس كما قلت لكم ديال الثومه اللي طيبناها من قبل.
في الفران، غادي نزيد عليها واحد زلافه ديال الجبن بحال هكا. الجبن من الاحسن يكون شويه مالح كيعطي المذاق زوين. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الملحه ياخذوا الجبن اللي هو ما مالحش. غادي نخلط مزيان ندير بحال الكريم. غادي نزيد معها قطع ديال الفرماج، الفرماج اللي بغيتو نديرو بحال هكا. وانا كنخدمها نعسها مزيان. غادي نزيد معها شويه ديال لا طوماط سيشي كتعطينا واحد المذاق غزال في هذا بحال اون كريم كنديرو نوجدو. وغنزيد معها شويه ديال الزيتون الاخضر. دونك هذه هي كما قلت لكم لا كريم اللي غادي ندهنوا بها الخبيز اللي غادي يصاحب لنا البصاره. دونك ملي كنوجدوا بحال هكا غادي ناخذوا الخبيز ديالنا وكنبداو كنحطوا غادي نبداو ناخذوا وندهنوا الخبيز على هذا الشكل هذا باش كما قلت لكم غادي نصاحبوه مع البصاره. بالنسبه للبصاره اون فوا كطيب غادي تدوزوها في الخلاط الكهربائي طحنوها مزيان وديك الساعه نوريكم عاوتاني شنو غادي نزيدوا فوق منها. تلقاو بعد قليل باش نوريكم الطريقه ديال التقديم. كما كتشوفوا البصاره ديالنا هي وجدات كيجي اللون ديالها بحال هكا شويه غادي ليموني. غادي نصاحبوها بشويه ديال الجبن اللي حنايا قطعناه قطع صغيوره نحطوها هكا من الفوق فكتجي تبارك الله غزاله لذيذه بزاف بحال هكا. غنزيد معاها شويه ديال الزيتون مقطعينو طريفات رقيقين وغادي نزيد معاها شويه ديال مطيشه اللي كما قلت لكم مطيشه اللي هي يابسه ديرها بحال هكا من الفوق. وغادي ندير معاها واحد عريش ديال زعتره ديروه من الفوق ونكب عليها شويه ديال زيت العود. فوالا كما كتشوفوا البصره ديالنا هذه وجدات. كنتمنى انكم توجدوا